كنت ماشي كده في السوبر ماركت فلقيت الايس كوفي ده وكان عامل 18 جنيه. فجات لي بقى هنا سؤال، هو ايه الفرق ما بين ايس كوفي مراعي دينا والايس كوفي اللي 18 جنيه والايس كوفي اللي ب 36 جنيه والكلام ده، وهل كلهم نفس طعم الايس كوفي العادي البيزك ولا كل واحد ليه طعم؟ يعني فكره انت لو عملت اصلا ايس كوفي في البيت هيكلف معاك 2 جنيه، ايس كوفي عادي خالص. المراعي دينا ايس كوفي ب 7 جنيه، غالي سيكا، لكن ب 18 جنيه ايس كوفي ازازه زي دي ليه؟ فتعالوا بقى نجربها ونشوف ايه الفرق اصلا ما بينهم كلهم. هي بتيجي في بتاع كده زي دي بلاستيك يعني، فتعالوا ندوق بقى ونشوف ليه ايس كوفي ب 18 جنيه. هي ريحه قهوه ستاربكس قوي، معرفش ليه يعني، وانت داخل جهاز ستاربكس كده بتشم الريحه دي. فتعالوا ندوق بقى ونشوف. بسم الله. ما تخليش اي حد يضحك عليك يقول لك ان الايس كوفي دي ب 36 جنيه، والايس كوفي دي ب 50 جنيه، والايس كوفي دي ب 100 جنيه والكلام ده، كلهم ايس كوفي واحد. اللعبه بس بيبقى على الطريقه والصوصات، يعني انت ممكن تزود مثلا صوص زياده، صوص شوكولاته، صوص كراميل، صوص كده، اي حاجه يعني. ولكن في الاخر كلهم طعم ايس كوفي عادي خالص، قهوه ساقعه. فدي طعمها زي ايس كوفي دينا، وايس كوفي دينا زي اللي احنا بنعمله في البيت عادي خالص. فمحدش يضحك عليك ويقول لك اشتري دي ودي ب 18 جنيه وحلوه جدا جدا، لا خالص. على فكره طعم ايس كوفي عادي خالص، عامله في البيت ب 2 جنيه، ولكن هو هنا بقول لك بس كبراند ب 18 جنيه. والله اعلم كان براند دي ولا مش براند، ما اعرفش اصلا ايه دي اصلا. ما تخليش اي حد يضحك عليك تاني، اي ايس كوفي هو واحد في كل حته. وبس كده، ده اللي انا كنت عايز اقوله لكم كالعاده. دوسا كوتش، السلام عليكم.